السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مقطع جديد وماتش جديد وكل جديد. اليوم مقطعنا عن شاب أو بنت، مش عارف يعني شاب أو بنت متحول جنسي، يعني من الجنس الثالث، مش مستوعبين إيش بيقول. يعني شاب اسمه ساهر منذر، مش عارف أقول إنه شاب أصلا، لما واحد يقول له شاب بيزعل، لازم تقول له بنت أو حاجة كذي. من الجنس الثالث تحاول، حاولوا يقتلوه بالليل الساعة 12 بالليل. راح أفرجيكم الفيديو وكل شيء، بس أول شيء قبل ما نبدأ في الفيديو وأجيكم الفيديو، اضغط لايك واشتراك وفعل الجرس عشان ننزل لكم فيديوهات جديدة. ويلا نبدأ في الفيديو ولا الساعة أقول لكم. Let's go. امبارح الساعة 12 بالليل طارت له محاولة قتل على الطريق، أنا بالسيارة تبعي. كان الشيء كثير مخيف، بس انه توصل المرحلة انه ناس تحاول تلاحق لحتى تهرب في العنوان تبعي عشان يقتلوني. انا اناشد الشرطة وحقوق الانسان وكل حدا بيدعم المثلية الجنسية انه يحموني. انا وصلت لمرحلة تعبت خلص. الشيء اللي انا عم قدمه لنفسي والعلم ما لنش علاقة فيه، بدي مساعدة. بعد ما شفتوا الفيديو وشفتوا ايش اللي صار، يعني انتوا متخيلين ليش يعني ودي يقتلوه؟ اعطيكم سبب ليش ودي يقتلوه، مش عارف انا بصراحة اعطيكم سبب ليش ودي يقتلوه. شوفوا المقطع هذا، المقطع هذا هيعطيكم يعني ليش الناس بتحاول تقتلوه. ما اقتنعت راح افرجيك المقطع هذا كمان، تفرج. بسم الله ما شاء الله يا انا، الله يحفظني. المهم يا شباب، بعد ما شفت المقطع هذا تعرفت ليش حاولوا يقتلوه. هو ما سوى شيء قليل، هو متعود من الجنس الثالث. ولو انت ما صدقت زين برضك شوف الفيديو هذا. حبيت أوضح شغلة حبايبي، خبر ارتباطي إشاعة، للحين أكحل عيني باللي رايح واللي راد. يعني شباب زي ما شفتوا وعرفتوا، هذا شاب مش عارف عمر 18-19 سنة، متحول جنسي من الجنس الثالث، ومشهور على التيك توك واليوتيوب. وأنا حبيت أقول لكم ليش بدهم يقتلوه، يعني ليش حاولوا يقتلوه من حوالي يومين. وبتمنى لو وصلت معنا لهذه اللحظة اضغط لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.